نبدأ نسخن بقى ونستعد للموسم، لأن الموسم يبدو كده هيبدأ سخن وعلى صفيح ساخن جدا. مباريات من بدايتها كده مباريات قوية، والقصة الأيام بتجري بسرعة وداخلين على معمعة بطولات يعني من العيار الثقيل. مباراة اتحاد العاصمة كنا عارفين طبعا إن خلاص تحدد ميعادها يوم 15/9 في المملكة العربية السعودية الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. دي أول بطولة الأهلي مقبل عليها، وهيخوض مباريات السوبر بإذن الله يوم 15/9 في السعودية. امبارح كانت قرعة السوبر ليج، قرعة الدوري الأفريقي، وكلنا عارفين طبعا شكل التصنيف، الأربع فرق المصنفين في الوعاء بي والأربع فرق اللي هم التصنيف تاني في الوعاء إيه، وكل فريق هيبدأ يواجه مين لغاية لما شفنا مباريات الكوارتر فاينل، وكمان المواجهات المباشرة ما بين الكوارتر فاينل الأول مع الرابع والتاني مع التالت ثم السيمي فاينل والفاينل. بس الحاجة الغريبة قبل ما استعرض جدول الماتشات، ودي ما كانتش مفهومة امبارح وأنا بتفرج على القرعة، لما بنتفرج على قرعة دوري أبطال إفريقيا أو حتى الكونفدرالية، بعد ما بتتعمل قرعة الكوارتر فاينل بتتعمل قرعة على السيمي فاينل والفاينل، بمعنى مين هيروح في الكورة اللي هتبقى سيمي فاينل 1 وسيمي فاينل 2. دي ما اتعملتش امبارح. مين هيروح في الكورة بتاعة الفاينل 1 والفاينل رقم 2، دي ما اتعملتش امبارح. هم عملوا الكوارتر فاينل 1 و2 و3 و4، وتعرفت الفرق اللي هتبدا في دور الربع النهائي والفرق اللي ممكن تواجه بعض في نصف النهائي، لكن ما اتعملتش الاجراءات الباقيه في القرعه. ويبدو كده ان الناس اللي كانوا قائمين على اداره القرعه امبارح ما عندهمش خبرات في مساله المسابقات. يعني انا امبارح ما شفتش حتى مسؤول من المسابقات او مسؤولين من الاتحاد الافريقي على المنصه او على الاستيج بيحاولوا يساعدوا نجوم الكره في اجراء القرعه. انا حتى امبارح كنت شايف الاتحاد الافريقي كان ضيف شرف، يعني كانوا ضيوف زيهم زي الاعلاميين والصحفيين اللي كانوا موجودين في القرعه. في تفاصيل كتيره لسه مش واضحه، يعني امبارح القرعه فيها حاجات كده مش واضحه بالنسبه لنا كاعلاميين عندنا خبرات في متابعه هذه البطولات والاحداث الرياضيه في السنوات الاخيره. ولكن عموما النهارده الحساب الرسمي للدوري الافريقي على تويتر نشر جدول المباريات من اول الدور ربع النهائي حتى موعد المباراه النهائيه. لكن هنركز اكتر احنا على مباريات الاهلي. الاهلي لو هنستعرض جدول مبارياته السنه دي في البطولات القاريه والدوليه من اول نص 9 لغايه نهايه ديسمبر، المباريات كلها اتسكنت، المباريات كلها اتعرفت، جدول المباريات خلاص اتحدد باليوم وبالساعه وبالتاريخ، كل حاجه اتحددت. ناقص بس بعد بكره قرعه كاس العالم للانديه في جده هنعرف مين المنافسين اللي هيواجهوا الاهلي يوم 15/12، وباذن الله اذا ربنا كرمنا وتاهلنا نلعب 18/12 مع بطل امريكا الجنوبيه، ولا نلعب 19/12 مع مانشستر سيتي، ثم الفاينل وتحديد المركز الثالث يوم 22 ديسمبر. هنستعرض جدول الماتشات لان الجدول ده هيوضح لحضراتكم حاجه ظريفه قوي. امتى ممكن الاهلي يلعب دوري من النهارده لغايه نهايه شهر 12؟ لان الجدول ما فيهوش خرم ابره ممكن نلعب فيه مباراه، بل بالعكس انا سامع كمان قبل الحلقه ان ممكن اتحاد الكره عايز يعمل كاس السوبر للانديه الابطال في ابو ظبي قبل الدوري الافريقي، يعني حتى ما فيش مساحه ان ممكن يلعبوا الدوري في اول 10، والا لو واذا يعني لو اتلعب الدوري في شهر 9 اعتقد مش هنلعب غير اسبوعين او ثلاثه بحد اقصى. فالدوري الوضع فيه مش محسوم والوضع مش واضح بنسبه كبيره. هنستعرض الجدول عشان كل الناس من دلوقتي تعرف الاهلي بينتظروا ايه في الفتره اللي جايه. يوم 15/9 قدامكم على الشاشه اهو جدول مباريات الاهلي في البطولات القاريه والدوليه. 15/9 السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه في المملكه العربيه السعوديه الساعه 9 مساء في ملعب استاد الملك فهد في الطائف. يوم 23/9 سان جورج والاهلي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني. فين؟ في الحلقات اللي جايه عندي فيها مفاجآت، لان بصراحه انا بشوف حاجات بتحصل الفتره الاخيره في الاتحاد الافريقي مش واضحه بصراحه. المفروض الماتش ده كان يتلعب بره اثيوبيا، لان الملاعب حاليا اثيوبيا مش معتمده في الدور التمهيدي الثاني، ولكن الاتحاد الاثيوبي بعت للكاف وعايز يطلب استثناء ان يلعب مع سان جورج او يلعب سان جورج مع الاهلي في اديس ابابا. هنتكلم في الموضوع ده او الملفات دي في الفتره اللي جايه. يوم 30/9 لقاء العوده الاهلي وسان جورج في القاهره. في اجنده دوليه لمنتخبنا الوطني من 9 اكتوبر ل 17 اكتوبر.
طيب بعد الأجندة ب 48 ساعة واللي كنا خايفين منه حصل. سيمبا التنزاني هيستضيف الأهلي في افتتاح مباريات الدوري الإفريقي يوم 20/10 في دار السلام. طب ماذا لو منتخبنا الوطني، ودي معلومة أنا سمعتها لسه الاتحاد ما أعلنهاش، اتحاد الكرة ما أعلنهاش، مصر ممكن تلعب الجزائر في الكويت يوم 17/10. طيب شكلنا داخلين على مشكلة جديدة، لأن الأهلي وقتها لازم يكون في تنزانيا عشان عنده ماتش مع سيمبا يوم 20/10. أدي أزمة جديدة. طيب لما نشوف المنتخب هيحدد يوم 17 ولا هيبدر الميعاد شوية. طيب مباراة الإياب مع سيمبا هتبقى في القاهرة يوم 24/10. الأهلي كسب إن شاء الله هيواجه أحد الناديين، سواء سان داونز أو بيترو أتلتيكو في حالة يعني استمرار بيترو أتلتيكو في البطولة. إمتى المباراة دي؟ الذهاب يوم 29/10. العودة في القاهرة يوم 1 نوفمبر. طيب وصلت للفاينل؟ الفاينل ماتش الذهاب يوم 5 نوفمبر، 5/11. ماتش الإياب في القاهرة يوم 11/11. طيب بعد إياب نهائي السوبر ليج مفيش ب 48 ساعة بداية الأجندة الدولية لمنتخبنا الوطني، 13 نوفمبر حتى 21 نوفمبر. الأجندة دي فيها مباراتين تصفيات كأس العالم المؤهلة لبطولة المونديال، كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك. فبالتالي في أجندة لمنتخبنا. تخلص الأجندة يوم 21 نوفمبر على طول إن شاء الله لما نتخطى مباراة سان جورج ونتأهل لدور المجموعات، أول مباراة في دور المجموعات 25 نوفمبر. يعني بعد نهاية الأجندة بثلاث أربع أيام على طول. الجولة الثانية 2/12. الجولة الثالثة 9/12. هتروح بعدها على كأس العالم للأندية. أول مباراة للأهلي 15/12. كسب وربنا كرمنا عندنا مباراة يا إما يوم 18 يا إما يوم 19/12. هنكمل أكيد لأن لسه في مباراة فاينل أو تحديد المركز الثالث يوم 22/12. بص الجدول عامل إزاي؟ 15 مباراة قارية ودولية للأهلي من نص شهر 9 لغاية نهاية ديسمبر. وعلى فكرة بعد كأس العالم للأندية في مباراة في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، لو الأهلي كمل في كأس العالم بنسبة كبيرة هتؤجل، بس ممكن تؤجل لبعد كأس العالم قبل المنتخب ما يبدأ الاستعدادات لكأس الأمم في الكوت ديفوار في يناير وفبراير 2024. يعني ممكن كمان ترجع من كأس العالم تلعب الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا إذا ما تأجلتش يعني لبعد كأس الأمم. قولوا لي بقى في الجدول ده إيه الأيام اللي ممكن اتحاد الكورة يسكن فيها مباريات للأهلي؟ هل عنده مساحة؟ مش عارف. الرابطة هتعمل إيه؟ مش واضح. الجدول هيعلن إمتى؟ محدش فاهم. قرعة البطولة ونظام البطولة هيعلن إزاي؟ لغاية دلوقتي محدش وضح. طيب لما تيجي تعمل كأس السوبر للأندية الأبطال البطولة المستحدثة وللنادي الأهلي كان حدد موقفه منها، معنى كده أنت لو لعبتها قبل الدوري الإفريقي يعني أنت كمان هتوقف الدوري في أول أسبوع في 10، لان انت عندك اجنده دوليه هتبدا يوم 9 اكتوبر، فانت يا دوبك عندك 8 ايام من 1 اكتوبر ل 8 اكتوبر. دي الفتره الوحيده اللي ممكن تلعب فيها مباريات محليه، هل هتستغلها عشان تعمل كاس السوبر للانديه الابطال؟ الله اعلم. طب لو لعبت الاهلي دوري، ممكن الاهلي يلعب كام مباراه في الدوري؟ بالمشهد العام كده يوم ما الاهلي يكون لعب ضغط ماتشات مش هيلعب اكتر من 7-8 مباريات، ده اذا الدوري بدا يوم 19/9 واتلعبت مباريات في شهر 10 قبل الدوري الافريقي. 7-8 مباريات بحد اقصى. ولسه هتستأنف وتستكمل بعد كاس الامم في فبراير 2024. هيبقى ناقصك كام مباراه؟ الله اعلم، لان المشهد العام كده لازم قرار حاسم من رابطه الانديه خلال ساعات. الخريطه القاريه والدوليه خلاص اتحددت وكلها 48 ساعه ونشوف قرعة كأس العالم الأهلي هيواجه مين، وهتبقى التواريخ والأيام والساعة نفسها هنعرف كل مباريات النادي الأهلي. ولكن بقى إيه اللي جاي؟ لسه مش عارفين اتحاد الكرة هيتعامل إزاي. عموما ده جدول الماتشات